كلامك بيك واحده بي لواحد يقدح يقدح شو الموضوع في هنا بخاخات ابيه يعرف وش يقول السالفه ها وكل وانت منيف صدق والله انك قمت انت اللي قدها لانك انت اللي جاي من بدري فاللي تاخروا ودي انك تبخ لانهم خربوا شغلات ما اجيبها شوف شوف هنا عندك تحت 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 دادي انا حاطه هنا ملا كيف لبسي كيف لبسك؟ كيف لبسك الحين بيروح بالبخاخ عشان تعرف معلقين هذه مجهزين امور لا 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 عليك حرام نزح معك ايوه 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 انت ما حد انت ما حد يتقاشر معك انت ها اقسم بالله العليك لا ما بعلك انا برا والله العظيم اطيح لا اقول لك قريت الجروب قسم بالله لا اطيح قريت الجروب دقيقه قريت الجروب ولا دخل بخاخ ثلج او زي امي خاف على لحظه لحظه صل على النبي لحظه دقيقه صل على النبي اسمع قريت الجروب انت ولا لا؟ لا ليش ما دخلت الجروب؟ لان عندي جروبات واليوم من امس عندي جروب اسمع والله لطيح هذه انت انتم اللي تجيهم خذوا عقدوركم صل على النبي ترى مو بثلج ولا بثلج ادخل اسمع دخلت اندرتيك روح انا بسوي زي كذا لا 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 تلعب فيني لا تلعب فيني لا تلعب فيني كان شوف اقسم بالله متحمسين ومنيف عندنا مبادره يلا بنسويها وش تبون؟ منيف تو الناس انت عارفها في الجروب والله لطيح برادك والله ما ركزت فيها والله لطيح برادك شوف جالس يعني طالع منها والله لطيح برادك قبل ما تبدا والله جيت قبل ايش؟ قبل ما تبدا بوس يسد اطيحه خلاص سرور سرور اشهد والله لطيحه هاي خلاص هات بوس وكل كلام ادري وش اللي بوس كمان انت هو زي ايه منيف زي امي خاف على قدور الله يطول عمره انا بنكتب له انت اشول اي اشول انا والله ايوه عليكم وجه الله تعطون طيب ابغى اشارك تعال العموم بقول الموضوع اللي كان عشان تفهم ما ادري سالفه لان يقولون شكلها طالع مو كويس في الشاشه والله اليوم طيب لا الحين انا خلاص والله نسيته لا ما لها علاقه الشيء دي يقول اساسا ما لها علاقه الحين لان هي كانت لها طريقه الدخول بس تاخروا الشباب ايه فاهمين ايه فعشان زي كذا طبعا انت لا تمزحون به يا الربع ما عرفت السالفه ما ادري وش كان اللي تكلم عنه انت تكلم احنا بخ في الجدران ايوه عن ايش ظاهره ايش ظاهره الكتابه على الجدران كنا مسويين مرتبين حاجات حلوه ما انتبهت لها ولا قريت لها عند الباب هنيا قارد اللي خربت الشغله كلها انا افكر بالشمام اكثر من البخاخات لان ادري جيت ودي اقطع صدق انا صدق والله ما فتحت عطي ده حرام عليكم والله انا مجهزين وقلت لك قلت ابد علمني ايش دخولك وقفت هنا ايوه تسكل انت ما قلت جيت في وقتك لكن ما شاء الله الشباب ذولي طيب وش كان وش تبين اكتب انا بكتب شفت اكتب دقيقه شفت اكتب ها آه. لا مو بتاخذ الصحة كامله على كيفك انت طيب خليني بكتب شوربيت خليني بكتب شوربيت كفو طامس خطك حلو شكله انت صح ان شاء الله والله ريح ورشه يا عيال ريح ريح سمكره يلا مش هذا مو باين لا انا حاط ان هذا طامس ابيض انت بلاش العاكس هم يقولون طلع وجهه رفرف كامري والله ريحه البويه وفي قدنا في احد في قدنا العين تسمع العين لو جت فصلات ايه لو جت فصلات ولا شيء واضح السبب اي ترى موجود فيك انت واحده انت بلاش العاكس انت نيف انت اكتب اللي تبغاه ما عاد انا بكتب لكم طيب كلمه واحده طيب دقيقه بس كرمت باليد كذا وماسكه وحطيته هنا مغطى بالكيس قرب قرب خذه مره نفسيا كمان الوضع يعني نفسي هلا الاصفر هذا الاصفر هذا اللي ما يصير ايش عندك احمر ذا احمر احمر بسرعه بكتب راح اكتب ما عليك فيهم لا لا ما سرور ما اخرب على ولد عمي ما اخرب على ولد عمي لو يموت هذه كلها قهوه طيب خلينا نكتب اليوم وشو شربت اكتب شربت ابدا 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 انا الكامله هندسه اول ساعه دخل هي هذا جيب هذا ترى خط سرور حلو يا جماعه الخير مره حلو ما شاء الله حتى انا بعد والله خط حلو اي واحد اشوى الخط زين طيب اوريك الحين اعرف على اندر سكور ايه بيت عاد هم يكتبون 15 اكتب ترند عالمي لا والله نكتب اليوم 15 لا تحت بالانجلش بالله اذا امداك طيب طيب اصبر خلاص بتخربوها رجاء خاص وش هذا الحين يعني صح ممكن اكتب ممكن اكتب طيب موثق الحساب طيب انا ممكن اكتب موثق الحساب بالازرق اذا كان في بخاخ خضر اجي اكتب خلاص معك لا تحت يعني شوف بالله مكان ثاني تكفى اصفر والله حلو خطه ما شاء الله ابغى اكتب اسمي بالله خلي القسم هذا لي يصير الخط الحلو لا ابد انيق يا اخي اكتب اكتب رساله عادي يا اخي معك ابيض مو بيض رساله حسيت اللي معك ابيض ما شاء الله ابيض 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 واخر الواحد خلينا نشخبط على الجدار حقهم عادي اسمحونا دقيقة 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 كانت الخطة كذا هذا سامي قال ودك تكمل هذا البرنامج ولا لا هذا وشو؟ أحمر يعطني إياه دقيقة أحمر عبر
اهم شيء الجدار. لا الجدار غالي خلوه هذا دي. لا حد يجي دقيق يا سلام. ارض ارض هي ما هي. لا انتبه 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 الله انتبه يا سعد. انا اليوم رسام بس ايه عرفت ايش دقيقة ركنية هذه. لا وش وش الالوان الثانية وش الالوان الثانية وش الالوان دقيقة دقيقة هذه شمس هذه شمس هذه شمس. لا ركنية زاوية شمس. طيب ابي بني بس بعيد. لا 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 مالك مالك حط وجه سعد بالملعق حط ملعقتك زعم زعم يلا دقيقة استنى. طيب اصبر اصبر دقيقة دقيقة بالله خلنا اكتب تكفى اعطني الاحمر بكتب رسالة لأمي والله الاحمر هذا ابرسم لك ابرسم ارسم لك هنا هذا الاحمر هذا هذا الاحمر ارسم وش ترسم هذا وش وشو طعوس صح بس خلاص الجدار اهم شيء يا كابتن. طيب دقيقة 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 فارس جيت المربع انت الاحمر دقيقة بس دقيقة دقيقة شوف شوف نظري 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 شوف بيت 15 وضحاف وضحاف عطنا مجال ايه اسمع اسمع انت بتحب الهاشتاج يا عكس حلو اصبر شو اصبر شو اصبر احس اخ فارس خطه جميل امسك دقيقه يا رب يا رب 15 طيب ليش كبرت الخط ليش ما صغرته خلي خلى حركة هذه الياء نفس التاء والله خطه جيد اشوف و ام اها تكم واتذكر اصبر انا اكتب اسمي اصبر وام امهاتكم ام فصل فصل وام فصل امهاتكم الحال ايه وامهاتكم هاتكم هذه وين هو ساكن فيه هاتكم مش ولد ولا بنت هاتكم يعني امهات المشاهدين لا طيب ليش تفصلها وام طيب عشان توضع انا بعلمك عشان توضع خلاص انتهينا الان من ظاهره ذا الى ظاهره الاملاء نشبك هنا تصير امهاتكم لان ام الحال وهاتكم هو يعتبر ولد دقيقه 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 صدق صدق والله تقلب ايوه تعال 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 اسمع لا لا سجل 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 اعطيناك فرصه شخبطت الدنيا كلها بالله صدق يلا بيقلبون تعال يلا خلاص انت بنت وين الاحمر؟ انت هذا الاحمر هذا معي هذا اللي معي الاحمر لف لف والله انه نفسه والله ما يكتبون الحال لا لا بنكتب شوربة واضحة بنكتب شوربة واضحة واضح إيه؟ طيب اصبر خليني اعطيك اصفر واحط لها ظل احمر لا لا انت اعطيك الظل دقيقة انا اعطيك الظل والله اعطيك الظل هذا اكسر دقيقة دقيقة لا 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 دقيقة دقيقة مسك مسك لا حد يحرق يلا يلا جيب ذيك جيب ذيك صدق بنكتب شوربة دبل 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 ها دبل ايه يا كثر ما قلت بسوي وبسوي ولا فيه شيء من اللي قلت سويته راحت حياتي وانا بس 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 وانا بس لا تزوج بالله تعطيني اسوي الظل اصلا على النبي بغيته نسيته يوم خلاص ايوه هنا 15 15 هنا خلها هنا الظل اخلص يا حلات ما شيء اعطيك واخر قد الله فقدنا استغفر الله طوعني والله حسبني لعبت بعمري وين الحين لا لا جيب جيب هذه جيب هذه ايوه جيب ذا اصبر عطني يد النجر بالله يا فارس يد النجر اللي عندك وين شبه طاح تحت عطني عطني امسك انت امسك انت طيب مسكن. لا لا انت لا 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 والله ولا هات اصبر خليك ماسك لا بخر والله اثق فيك بس ما تثق شوف انا اثق فيك خليك ماسكها اسمعني اسمعني خليك ماسكها والله اني اثق فيك بس ما اثق في هذه انت خليك ماسكها بس خليك ماسكها امسك المسمار زين اهم شيء يلا الله اني مسكت الله يستر خليني خليني سرور وخر منيف 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 تعال امسكها تعال امسكها قبل بخفي ثوبي ذا منيف تعال امسكها تعال امسك المسمار حتى هنا اصبر امسك المسمار عشان ادق لا 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 امسح ريحك بس
عطنا 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 ويدك اسمي والله هات 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 يا حرام اني امزح معك امي تحبك والله اني امزح والله اني امزح والله اني امزح خلاص خلاص يا ولد امزح ما حد يمزح معك انت شنو يبغى تكسر اسمي خلاص انا بمسك الاسماء خلاص والله لمسك والله لا والله لا تمسك ولا شيء ابعد 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 ايه دقتي ايه اسمع كفو والله انت على الاحمر صح لا تخرب الخط يا انزح انزح وش اخترتوا؟ وش اخترتوا؟ دق على عبد المجيد دق عليها الحين وش اخترتوا؟ وين عبد المجيد؟ اكلمها الحين انا ما عندي ناس تاخر يا ربع يا ابوي كتمتنا هاي كتمتنا الحين كتمتك الحين والله انكتمنا ازين جو عليل خلاص خلاص وحط بضبط هاشتاق بضبط هاشتاق انت بضبط خلاص بضبط هاشتاق بس كتمنا يا رجل خلاص 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 يا يقول ما تنعطى وجه انت يا سعد هم من يمس مسه سعد احبال مهاوجات لا ظله سعد ما تنعطى وجه انت طيب يلا سعد والله تكمل صدق اسف اسف خلاص اخشي خلاص يا رجل والله تكمل هذه سالفتها تعال خلني اسولف لك تعال والله ماضيك من كل هذا الظاهر والله ماضيك الظاهر انه كذا بشهر رمضان يصبغون مسجد حارتكم ب 15 رمضان كلها صبغه تعال انا ولد ابوه اقول احنا كنا نقول له زين زين خلاص خلاص اقول لك شيء احنا جايين بنعطي لفته اي والله ماضيك الحقيقي والله طلع انا بتكلم عن ظاهره الكتاب على الجدران طلع هذا لعبته إيه؟ عشق اللعب الكتابة أعطيك معلومة بس بسيطة عن ظاهرة الجدران ودي بخ يا أخي ألو السلام تراك هوا يا عبد المجيد ها أوف والله أيوة هوا والله وينك هني ماما أقول أهدى من كذا أيوة حبيبي وينك أنت شوف ما تدخل سمعنا صوتك ولا 20 دقيقة برا أقول وينك؟ ناوي تبي تضحك أنت؟ هذا شو؟ واحد مستعد على معامله. سلام السلام عليك سرور إسعاف. إيه قوم قوم غير الجلسة. أعذر منك أنا آسف. شو الأخبار؟